مشاهدينا أهلا بكم. تطبيق سناب شات أعلن عن تسهيل إمكانية إنشاء فلاتر جغرافية مخصصة من داخل التطبيق، بحيث أصبح بإمكان المستخدمين تصميم وشراء فلاتر، بعد أن كان الأمر يقتصر سابقا على إنشاء مثل تلك الفلاتر عبر موقع التطبيق على الإنترنت. ابتداء من اليوم أصبح بالإمكان إنشاء فلاتر حسب الطلب من داخل التطبيق، بدءا بالولايات المتحدة الأمريكية توسعا لتصل إلى بلدان أخرى. الأداة تعمل على عبر اختيار قالب وإضافة نص أو رموز تعبيرية أو بيت إيموجي لتخصيص الفلتر، ومن ثم اختيار مكان وزمن العرض، ثم الدفع وانتظار موافقة الشركة. الأداة الجديدة تتواجد ضمن القائمة الرئيسية لإعدادات التطبيق، حيث يمكن الوصول إليها عن طريق الضغط على خيار فلاتر جغرافية حسب الطلب، وإنشاء فلاتر خاصة بالمستخدم عبر استعمال مجموعة متنوعة من القوالب المصممة لمختلف المناسبات.